السلام عليكم البنات، جيسبر راكم ملاح. ما سافا الحمد لله. اليوم جبت لكم غوسيت دو بان وشوكولا تيبا. غوسيت فاسيل وما تاخذش الوقت باش ديروها، وبزاف بنين. دي سوا ديروا لي كرواسون سوا ديروا تيب. الوغ باش نبداو افيك ان فوي، واش نديرو؟ نديرو 100 مليلتر دو، نديرو 100 مليلتر تاع الماء دافي، نزيدو نديرو فيه الخمارة، مغرفة تاع عشا تاع خمارة، ونديرو فيه مغرفة تاع عشا تاع العسل، مغرفة تاع عشا تاع العسل داكا، ونزيدو 100 غرام تاع فارينة. بصح غربلوها طوها مليح بالفوي، شوفو خلطها بيان بالفوي. دوكا نغطيها ونخليها 30 مينوت. لمو كلش بيدك، ما تحقيش البيتران باسكو علاه هاد لاباط ما لازمش تتبيترا بزاف، غير تتلم برك، غير تتلم. الوغ شوفوا دوك راني نلم فيها، ومن بعد نزيد ندير لها هذيك اللي خليناها خمرت من قبل تاع الخميره. شوفوا راني نلم فيها، تلميها غير بيدك برك باسكو ما لازمش كيما قلنا تتعجن بزاف، لمها برك. شوفوا راني لميتها مليح، دوكا نديرها نغطيها بالبابي فين ونخليها بوندون 45 دقيقة تريح. لكم العجينة بعد ما خليتها ريحت 45 دقيقة، دوكا واش نديرو؟ نحلوها دون ان بلون دو طرافاي، حلوها مليح بوغ افوار اون فورم، باش ديرو لها اون فورم. شوفو دوكا حليتها مليح، ومن بعد واش نديرو؟ عاود نقلب. شوفو شوفو زدت حليتها، دوكا شوفو كيفاش شوفوا دوكا شوفوا كيفاش عطيت لها اون فورم. دوكا واش ندير؟ ندردر لها شويه لافاني. شوفوا هاكا بالطول. واش نديرو؟ نحكمو زبده فوندو هكا دايبه، ونحكمو افيك ان بانسو كاع. شوفو كيما تشوفو ندهنوهم كامل، و لو بور لي تخدمو بيه، الزبده لي تخدمو بيها فويتي تاع لاباط فويتي، هذيك لي تخدمو بيها، انا هذه لي خدمت بيها. دركا شوفو نحكمو وحده فوق وحده، راكو تشوفو. هاي ليك العجينه بعد ما سقمتها، دوك راني طبقتها هكا، نديرها في الفريجيدير ونخليها تريح. انا غدوه الصباح ندير بها لي بان وشوكولا، تحبوا ديروا بها لي كرواسون ديروا بها لي كرواسون، بزاف خفيفه. هاي ليكم العجينه بعد ما ريحت، دوك نحكمها ندير بان بلون دو طرافاي لا فارين ونحلها كامل بالحلال. شوفوا كيفاش حليتها وشوفوا كيفاش قسمتها، راح ندير دوكا لي بان وشوكولا. شوفوا السمك تاعها، دوكا واش ديرو؟ نحكم شوكولا وندير هكا وندور. شوفوا باش نديرو لي كرواسون، شوفوا كيفاش نقطعوها نحلوها بالطول، ومن بعد نقطعوها هكا وهكا. هاوليكم بعد ما دوبل الفوليوم، نحكم ان بانسو ندير هذاك لو جون دوف اللي خليتو، ونزيد معاه شويه تاع الماء، ونحكم ندير لهم كامل. شوفوا وندير له جلجلان نديرو في الفوخ كما راكم تشوفوا على 200 درجه. راني خرجتو من الفوخ جا ما شاء الله. الوغ نديرو دون اون سور اون غري ونخليها هكا يبرد شويه، ومن بعد نوريكم. هاوليكم لو بان شوكولا لي كرواسون، شوفو شحال ديال شابين. راك نقسم لكم وحده. الوغ ان شاء الله تكون عجبتكم، ومادا بيا تحطولي في لي كومونتير دي فيديو راكو حابين راكم سنين تشوفوهم، دي غوسيت راكو حابين نديرهم لكم، حابين تشوفوكم فيديو خلوا لي في لي كومونتير. ميرسي.